تطلب داي، لكن بعطيك اربع افياد على طلبك. يقول ما خطف عقله وخلاه في حاله ذهول، غير من قلبي غدا خاتم في دينها، فارع فيها من الحسن شيء ويش اقول، فرق بين اشباح الاربعين وبينها، فتنتن تستيسر قلوب وتطير عقول، وسهم روب هود ما ينطري من عينها، جدها تطغى فعوله على كل الفعول، وهي على كل الغنادير تغزينها. اما القصيده انا في السناب قبل شوي يوم اني وانا جاي حطيت للجمهور قلت وش القصائد اللي تطلبونها تبوني اقولها، وتمركزوا لهم حول قصيدتين. لكن يقول عالم الطب وين القى طبيب استشاري، استشيره اللي سجيت وجست خيفه، التفاكير واعراض السهر والمساري اتعبتني، وخلت طبله الراس ليفه، تالي الراحه اطلع منه تالي نهاري، صار مالي نديم الرجوم المنيفه، هتقوى وكافح طيحتي وانكساري، مرن اعيش مرحله الشتات العنيفه، كان بيني وبين الناس عازل حراري، والبلا قلب مجنب ونفسنا معيفه، لي شهر مغلق